للحديث أكثر في ملف الجنوب الليبي ينضم إلي الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي دكتور فتحي الفاضلي. بداية مرحبا بك دكتور فتحي. أهلا أستاذ الفريق. أهلا بك، مرحبا بك. بداية، كيف تقيم الوضع الحالي في الجنوب الليبي وما دلالات هذا التوقيت لتدخل ميليشيات الكرامة في مناطق الجنوبية الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر قناة النصح على هذه الفرصة وحقيقة أستاذ الكريم. نعم. حقيقة ما يحدث في الجنوب هو نتيجة لسلبية، لجمود، لتواطؤ، لغباء، يعني ما تسمى بالقيادة الليبية، يعني وخاصة برئاسة المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع وقائد الجيش وما إليه. يعني أين الناس؟ أين الناس نائمة؟ هذه نتائج حصاد ما تم في الماضي من سحب القوة الثالثة على سبيل المثال، وترك المنطقة بأكملها بفوضى عارمة تحت عصابات من كل حدب وصوب. ما يحدث في الجنوب أستاذ الكريم بالتأكيد يعني جزء من المخطط المستمر لما تسمى بمشروع مصر والإمارات وفرنسا. هذا شيء واضح جدا بالتواطؤ بالتأكيد مع تشاد التي كانت متواطئة منذ بداية الثورة حقيقة ضد الوطن وضد الشعب الليبي. نعم. لكن الملامة أستاذ الكريم بعد إذنك، الملامة الكبرى والاستغراب أن في الوقت الذي مصر والإمارات تحقق في برامجها عمليا على أرض الواقع، نجد في الطرف المقابل المجلس الرئاسي والمسؤولين، ولا أستثني مجلس الدولة ولا أستثني أي مسؤول في ليبيا، يخوض في قضايا عبثية تافهة، يعني تعيين مدراء مش عارف شركات لبيانة والاتصالات وما إليه، وخصومات تافهة، خصومات أطفال في الوقت الذي تنزف فيه الدماء ويتحرك فيه أعداء ثورة 17 فبراير وبالتالي أعداء الوطن إلى الشرق والغرب ودرنا والجنوب وما إليها، تآمرا عسكريا دمويا بينما ما يسمى بالقادة بما فيهم بعد الأمم المتحدة مرة ثانية يخوضوا في عبث واستهتار ولعب بعقونة في أمور تافهة جدا جدا جدا، ما يدل مرة أخرى كما جاء في تقريركم إما على التواطؤ أو الغباء أو الاستسلام أو العجز أو ما إليه أستاذ الكريم. نعم سيد فتحي، نقلت وكالة رويترز أن أول عملية مقاومة كانت أمس الجمعة في منطقة غدوة، لماذا لم نرى هذه المقاومة في شبكات الجنوب، في شبكات سبها تحديد؟ أستاذ الكريم يعني من المستحيل يعني أو من الغباء أن تدخل أي قوات كانت من كائنة يعني إلى سبها هذه المدينة دون تواطؤ، دون استعداد، دون تهيئة من بعض العملاء لهذه العمليات التي تسمى جزافا الكرامة. لابد أن هناك تشجيع من قبائل، من مجموعات، من أفراد، وإلا لا تتجرأ أن تدخل إلى مدينة سبا. مدينة سبا من الرجال يعني الذين لا يحتاجوا لأحد لحماية مدنهم، لكن استغلال الفرقة واستغلال الصراعات في سبا في الجنوب واستغلال كل هذه الأمور أوجد استقطاب وأوجد من يتواطأ ضد مدينة سبا بنفسها. يعني نحن نظرنا الآن في تقريركم بالأمام الآن صورة هذا الرجل المطلوب من النائب العام، وفي نفس الوقت يتظاهر بأنه من القوات المسلحة الليبية. هناك تواطؤ، لكننا يجب أن نتوقف عن نقد الآخر وننقد أنفسنا على أساس أن نحن الذين يدعمون ويساندون ويقفون مع الوطن المنحزون للوطن والمنحزون لثورة 17 فبراير. نتوقف عن النقد ونقوم بخطوات عملية قام بها المجلس الرئاسي أو لم يقم بها. هذا المجلس الرئاسي يا أخي أصبحنا مجنونين معاه في قفص، من ناحية هو القائد ومن ناحية لا يتحرك ولا يفعل شيء، وهذا يعني مسؤولية كل مواطن، كل مواطن في الثورة، القيادات، المسلحين، المدنيين، النخب التي منحازة إلى الوطن ومنحازة إلى ثورة 17 فبراير أن تقوم بخطوات عملية وأن نتوقف عن النقل. يعني احنا لما نقول حفتر فعلة، حفتر قالة، حفتر خش، لا هذه معروفة كل واحد عرفها يعني، لكننا ماذا فعلنا تجاه هذه التحركات؟ لابد أن يكون هناك خطوات عملية مدروسة لإيقاف مشروع مصر والإمارات في وطني الآن الآن الآن. والأمل قائم، والأمل قائم، وكل هذه الفقاعات الإعلامية يعني لا 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 لن تأخذ من عزائمنا ولن تفقد فينا الأمل. الخطأ الاستراتيجي الوحيد الذي يقوم به أعوان ثورة 17 فبراير
والذين انحازوا إلى الوطن هو الاعتماد على المجلس الرئاسي. المجلس الرئاسي له وجهة نظر تخالف 17 فبراير، تخالف وجهة نظري، تخالف وجهة نظرك، تخالف وجهة نظر المواطن، لا نستطيع أن نفرض عليه، لكننا في نفس الوقت لا يجب أن نستسلم إليه ونترك أمور هذا الوطن في يديه، لأنه مشغول مرة أخرى في قضايا يراها أكثر أهمية، الشركات ومن هو الرئيس ومن هو سفير الدولة الفلانية وتعيينات وخصومات وصراع على النفوذ والمناصب والسلطة، عبث في الوقت الذي الخصم الآخر يتحرك على الأرض فعليا. نعم دكتور فتحي، ما هي السيناريوهات المتوقعة في حال سيطرة حفتر على الجنوب الليبي؟ هو كلمة سيطرة يعني مستحيل، هو حتى درنا وغازي مش مسيطر عليها، هو قمع، هي عملية قمع، قضية السيطرة يعني هي الكلمة اللي دائما يستخدم فيها نستخدم فيها جميعا بما فيها نفسي يعني، لكن هي في الواقع ليس سيطرة، هي قمع مؤقت أنا متأكد، لكن هذا القمع المؤقت كان قد يتحول إلى شيء دائم يسمى سيطرة إذا لم يكن هناك خطوات عملية. يجب أن ينهض الأخوة الذين يعارضون مشروع الإمارات ومصر والسعودية، يجب أن يتحركوا عمليا، وأن نتوقف عن نقد ما يفعل به جنود حفتر يحرقون، جنود حفتر يخشوا للحشام، جنود حفتر متوحشين، جنود حفتر نظر شنو، خلاص انعرفت هذه القضية. قضيتنا ماذا فعلنا تجاه هذه الحركة عمليا وعلى الأرض والآن الآن الآن. نعم دكتور فتحي، هل برأيك أن حفتر الآن يستخدم نفس الأسلوب الذي استخدمه في المنطقة الشرقية من خلط لأوراق القبلية؟ وبالتأكيد أستاذي، هو بالتأكيد مستغل، وحتى معلش أستاذي أنا دائما كلمة أكررها وأود أن أكررها دائما، لما نقول حفتر فعل، حفتر قال، حفتر خطط، هذا ليس صحيح على الإطلاق. حفتر يعني مجرد عسكري متعجرف يريد السلطة ولا لا، هذا ملف، لكن الملف الآخر نحن نقاوم في هذه الحركة مش لأننا نقاوم في حفتر، يعني حتى لو كان مسؤول على مشيات الكرامة أنا ولا أخي ولا صديقي ولا كذا، لازم نحارب هذه الحركة لأنها هي عسكر في الدولة، نحن نحارب في عسكر في الدولة، سواء كان على رأسها حفتر ولا على رأسها موسى ولا عيسى ولا فلان ولا علان، لكننا نحارب في مشروع عسكر في الدولة عبر الإمارات وعبر مصر. نعم المخابرات المصرية، المخابرات الإماراتية تستغل القضايا القبلية في المنطقة لإيجاد موطئ قدم لحفتر، والأخوة الكرام يعني القبائل التي تضع يدها في يد عملية عسكرية يعني كفانا 42 سنة، لماذا خلينا معمر وخلاص نحن شنين الإشكالية؟ نحن نقاتل، نحن نقاوم، نحن نعارض عسكرة الدولة ولا نعارض أشخاص ولا نؤيد أشخاص. يجب أن تفهم القبائل في سبها وفي كل ليبيا هذا الأمر، هذا الأمر شكل، حتى لو ظهر أن لتدخل هذه العمليات هناك مصلحة تتحقق مؤقتة أو هناك شيئا ما بارقة أمل في مصلحة، مستحيل أن تتحصل على مصلحة من مثل هذه العمليات الاستخباراتية بدليل أكبر أعوان خليفة حفتر، أكبر أعوانه ثم قتلوا أو شردوا أو هجوا إلى يومنا هذا. الذي لا يجد خير فيها أصحاب الذي قتلوا له لا يجد في خير، كيف يجد الآخرون فيه خيرا يعني؟ نعم وصلت الفكرة دكتور فتحي الفاضل، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.